بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، نبدأ النهاردة إن شاء الله الدرس الرابع من CMA. لو عملنا مراجعة سريعة كده، احنا عملنا المرة اللي فاتت واللي قبلها، عرفنا المنهج بتاعنا وعرفنا شكل اللي هنمشي بيه، وبعدين بدأنا في الاستادي يونت 1 اللي هو الكوست او الكوست مانجمنت كونسبتس، واخدنا تعريفات المحاسبة، واخدنا اسئلة كده حليناها، وبعد كده المانيفاكتورينج والنون مانيفاكتورينج. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في البرودكت versus period. المقصود طبعا تكاليف المنتج وتكاليف الفترة. وهنا بيقول لنا one of the most important classification a managerial accountant can take in whether to capitalize cost in finished goods inventory or to expense them as incurred. يعني دي حاجة مهمة جدا، تصنيفات مهمة جدا للمحاسب الإداري عشان يقدر يعرف مبالغ التكاليف دي، هيقدر يعمل لها كابتالايز يعني رسملة. رسملة التكاليف يعني ان يحولها الى فينيش جود، ان هي تبقى مخزون تحط في الاصول المتداولة، ان هي تبقى فينيش جود انفنتوري، ولا ان هي تبقى اكسبنسز، او ان هي ما تتوسملش وتبقى مصروفات تخص الفترة. ده بيدينا التعريفات، بنقول البرودكت كوست also called inventorable cost اللي هي التكاليف القادرة على التحول للمخزون are capitalized as part of finished good inventory اللي هي التكاليف اللي يتم رسملتها كجزء من finished good inventory. They eventually become a component of good of cost of goods sold. ان هي بتكون جزء من تكلفة البضاعة المباعة طبعا في قائمة الدخل، انما في الميزانية بتبقى جزء من ايه الانفنتوري، من جزء من الايه current assets يعني الاصول المتداولة اللي هي الايه المخزون. انما البريد كوست التكاليف اللي هي لا تخص المنتج تبقى تكاليف فترة، زي ما قلنا السيلينج اند ماركتينج المصاريف البيعية والتسويقية، والادمنستريتيف الادارية، دي بيسموها بريد كوست ار اكسبنس از انكرد. لما تحصل they are not capitalized لا يتم رسملتها in finished good inventory. They are not involved in the production of the product ما بيتمش تحميلها على تكلفة انتاج المنتج. This includes selling and administrative التكاليف التسويقية او البيعية والتكاليف الادارية as well as other similar department costs يعني مثلما تكاليف الادارات الاخرى. They can be variable ممكن تكون تكاليف متغيرة or fixed or mixed تكاليف متغيرة او ثابتة او الاثنين مع بعض. And they are not included in the calculation of cost of goods sold ان هي لا يتم ادراجها في حساب ال cost of goods sold. This distinction is critical because of required treatment of manufacturing cost for external financial reporting purposes. يبقى الأغراض المالية والأعداد التقارير الخارجية التفرقة دي مهمة جدا وحاسمة عشان نعرف المعاملة اللي هنعملها للتكلفة دي، يعني تكلفة منتج ولا تكلفة فترة. هنا بيقول لك ايه الأندر جاب، طبعا احنا عارفين الجاب اللي هي General Accepted Accounting Principle
مبادئ المحاسبية العامة المتعارف عليها. All manufacturing costs، كل التكاليف الصناعية سواء كانت direct materials مواد خام مباشرة أو direct labor عمالة مباشرة أو variable overhead أو fixed overhead، سواء ال overhead أو ال manufacturing overhead سواء variable أو fixed must be treated، لابد أن يتم معالجتها حسابيا أو محاسبيا as product cost not recognized as expenses until the inventory is sold، يعني لا يمكن ان احنا نعتبرها مصروفات لغاية ما يتم بيع الايه المخزون. At the same time no portion of selling and administrative costs may be treated as product cost، يبقى برضو السيلينج والادمنستريتيف كوست لا يتم معالجتها ايه product cost، المعالجة كده في الحالة دي تبقى غلط. طيب هنا بيقول لك this approach، هذا المدخل او هذا المنهج is called absorption costing، اللي هو ايه التكاليف المستغرقة او بيسموها التكاليف الكلية، also called full costing، ان انا باخد كل التكاليف سواء variable او fixed اللي تخص المنتج احطها في المنتج، وكل التكاليف اللي تخص الفترة هحطها في الفترة. في نظرية بتقابلها اسمها ال variable costing، ان هو بياخد التكاليف المتغيرة فقط يعتبرها هي دي تكاليف الايه تكاليف المنتج. For internal reporting a more informative accounting treatment is often to capitalize only variable manufacturing costs as product costs and treat all other costs variable selling and administrative and the fixed portion of both production and selling and administrative expenses as buried costs. تمام، يبقى دي for internal reporting للتكاليف للأغراض، إن أنا بعمل حاجة داخلية بعرف المدير المديرين بمعلومات إدارية ليست مالية. طيب more informative accounting treatment، في معاملة أخرى is often capitalized only variable manufacturing costs، إن احنا بنعمل رسملة فقط للتكاليف المتغيرة زي ما قلنا كده، اللي هي بيسموها ال variable costing اللي فاتت، اللي هي absorption costing او full costing، باخد ال fixed وال variable، هنا باخد ال variable بس. ده ليه؟ لل internal reporting، انما المحاسبي المتعارف عليه هي بالنسبة للجاب هي الطريقة الأولانية full costing، انما دي الأغراض الداخلية فقط. and treat all other costs، كل التكاليف التانية سواء بقى variable selling and administrative and the fixed ايه portion، الجزء الثابت of both production and the selling and the administrative expenses، كل ده بعتبره ايه buried costs. معنى كده ان تكلفة المنتج في الطريقة دي هتبقى اقل من دي، لان دي full costing بتاخد ال variable وال fixed، لكن دي بتاخد ال variable فقط من ال product cost والباقي بترميه buried cost. This approach is called the variable costing also called direct costing. تمام، direct costing او variable costing. هنا السؤال بيقول لنا which one of the following best describe direct labor، ايه اللي اكتر حاجة في الاربعة دول اللي بتعمل لنا best describe، يعني بتوصف الشيء بتوصف العمالة المباشرة بأحسن وصف. لو بصينا نمبر ايه بتقول لنا a prime cost، احنا فاكرين البرايم كوست اللي هي التكلفة الأولية كانت الدايركت دايركت ماتيريال بلس دايركت ليبر. طيب البريد كوست
هي كل السيلينج اند ادمنستريتيف، كل الحاجات اللي ما تخصش البرودكت كوست. طب البرودكت كوست كل المانيفاكتورينج كوستس اللي هي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والمانيفاكتورينج اوفر هيد. طب هنا هو عايز الدايركت ليبر، الدايركت ليبر هتظهر في البرايم كوست؟ ايوه تظهر. طيب البيريود كوست؟ لا طبعا. البرودكت كوست؟ ايوه تظهر هنا. يبقى السؤال الاجابه الرابعه اعتقد ان هي اصح واحده، لان هو بيقول لك بوث برودكت كوست اند برايم كوست. يبقى احنا خدنا A و C مع بعض في الاجابه رقم دي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك which of the following is a period cost rather than a product cost of a manufacturer. اي من الاتية تعتبر تكلفة period وليست تكلفة product؟ ال direct materials؟ لا طبعا دي تكلفة ايه؟ product. ال variable overhead؟ دي تكلفة ايه؟ تكلفة برضو برودكت. الفيكسد اوفر هيد طبعا دي تكلفة ايه؟ تكلفة برضو برودكت. الاب نورمال سبويلج، الاب نورمال سبويلج اللي هو الفاقد غير الطبيعي، هو ده يعتبر البيريود كوست، لان الفاقد الطبيعي اللي هو النورمال سبويلج ده يعتبر من تكلفة الايه؟ البرودكت كوست. اما بيزيد عن الحد الطبيعي بتاعه بتعتبر خسائر او abnormal او period cost، خسارة او تكلفة لا تعتد بها ان هي تكلفة منتج. طيب هنا بيقول لك السؤال الثالث، يبقى الكوتشن نمبر 2 وايه الاثنين يعتبر ايه؟ دي هي الاجابة بتاعته، يعني دي قصدي دي في ايه وفي واحد ودي في اتنين. طيب كوتشن نمبر 3، هنا بولتر كومبانيز برودكشن كوستس فور جولاي ار دايركت ماتيريال. عنده هنا في الانتاج بتاعه مواد خام 120,000 دولار. طيب وعنده هنا 108 دايركت ليبر، وعنده هنا فاكتوري اوفر هيد 6000. طيب which the amount of cost is traceable to specific products؟ ايه التكاليف اللي اقدر اعمل لها تريسابل؟ تريسابل يعني ايه يا جماعه؟ احنا قلنا ان تتبعها في المنتج في السبيسيفيك برودكت. تريسابل على طول يبقى دايركت، تمام كده. لما يقول لك تريسابل يبقى تاخد اللي هي البرايم كوست زي ما نقول دايركت ماتيريال والدايركت ليبر 120 و108 يبقى 228، هيبقى الاجابه ايه؟ بي. لو انتقلنا للنقطة اللي بعد كده هنلاقي هنا بيقول لنا عندك برضو تفرقة تانية ما بين، احنا كل ده لسه في الكلاسيفيكيشن تصنيف التكاليف. طيب الدايركت versus indirect، التكاليف المباشرة تختلف عن التكاليف غير المباشرة. فاحنا هنا بنقول ال costs can be classified by how they are assigned to cost objects، كيف يتم تخصيصها لعنصر التكاليف او عناصر التكاليف. واحد، a direct cost is one that can be associated with a particular cost object in economically feasible way، يعني بشكل مرئي او بشكل ايه؟ اقتصادي سهل. تريز هنا، بص كلمة تريز، يبقى زي ما قلنا قبل كده المثال بتاع النجار، قلنا نقدر نقول النجار دون بياخد كام قطعة خشب عشان يعمل الكرسي، يبقى دي مواد خام ممكن اعملها تريسنج، يعني ايه؟ ممكن اتتبعها في المنتج، اقول المنتج بتاع الكرسي النهائي ده، المنتج النهائي بتاع اللي هو الكرسي ده اخد 5 حتت خشب او 3 متر خشب، واخد عمالة مباشرة مثلا 10 جنيه، يبقى قدرت اتتبع الدايركت ليبر والدايركت ماتيريال في الايه؟ في المنتج بتاعي. يبقى انا عملت له تريز تو ذا اوبجكت، اوبجكت اللي هي وحده التكاليف اللي انا بعمل اساينت للتكاليف عليها، تمام، اللي هو في المثال ده بتاعنا اللي هو الكرسي.
طيب طبعا لازم نفتكر ان احنا عندنا 3 حاجات، في الكوست اللي هي التكلفة، والكوست اوبجكت اللي هو عنصر التكلفة اللي انا بحط له التكلفة دي، والكوست درايفر اللي هو مسبب التكلفة اللي انا بقول التكلفة دي اتخصصت للاوبجكت ده. تمام. طيب يعني هنا بنقول لو انا هقدر اعمل تريس للكوست على الكوست اوبجكت يبقى دي دايركت كوست، لو مش هقدر يبقى دي indirect cost. تمام كده. طيب هنا بيقول لنا examples، أمثلة: are the direct material and direct labor inputs to a manufacturing process. يبقى أمثلة لل direct cost ال direct material، المواد المباشرة والعمالة المباشرة. طيب an indirect cost are ones that cannot be associated with a particular cost object in an economically visible way and thus must be allocated. دي كلمة جديدة بقى يا جماعة. بيقول لك هنا ان ال indirect cost دي الحاجات اللي انا او التكاليف اللي انا مش قادر اعمل لها ايه associate اللي انا هحملها على ال cost object او هخصصها لل cost object بطريقة ايه مباشرة او ايه مرئية. انما لازم يتم ايه بقى allocated، يتم تحميلها. يعني مثلا انا قلت الكرسي ما انش عارف هو خد غير قد ايه، انما هقول ايه عملية تحميل. يعني ايه عملية تحميل؟ يعني هقول انا جبت كيلو غيره، الكيلو الغيره كلفني مثلا ايه 50 جنيه. تمام. وعملنا بيهم 10 كراسي، يبقى كده بالوايم كده بالحساب، ما عملتش بالعدل كده بالظبط كل كرسي خد قد ايه، لا بس بقول ان النهارده عملنا 10 كراسي والغيره ب50 جنيه، يبقى كل كرسي خد 5 جنيه. يبقى انا كده عملت عملية ايه allocated، ما نش عارف بالظبط كل كرسي قد ايه، فقسمت على المجموع، قلت ال50 اللي هي ال indirect cost على ال cost objects على عددهم، يبقى 50 على 10، يبقى قلنا الالوكيت كل واحد هديله 5 جنيه كده زيادة، يبقى هو تكلفة عمالة 10 جنيه، تكلفة مواد خام 20 جنيه، وكمان تكلفة الغيرة 5 جنيه، يبقى ايه يبقى هو كلفنا 35 جنيه. لو جينا نبيعه ب50 جنيه يبقى احنا عملنا 15 جنيه هامش ربح للوحدة الواحدة يعني، انما في طبعا في حاجات تانية لسه هنعمل لها الوكيت. طيب for example are the indirect material. المثال منها ال indirect material، المواد غير المباشرة، and indirect labor inputs اللي بنحطها، المواد المباشرة والعمالة غير المباشرة اللي بنحطها to manufacture process. description on the hand quarter building. قصدي depreciation، هنا depreciation اهلاك ال hand quarter building اللي هو ايه مبنى، المبنى الرئيسي او مبنى الادارة في الشركة. طيب الاهلاك بتاعه ده، الاهلاك بتاعه ده هحمله على المنتجات ازاي؟ قال لك ده اذا دايركت كوست وينت ويتنج ذا بيلدينج از هول. يبقى بالنسبة ان انا لو هعمل اهلاك المبنى ككل للشركة، المبنى بتاع الشركة او المبنى الاداري الرئيسي بتاع الشركة اللي فيه المديرين، يبقى ده انا كده ايه هعتبره ايه، هيبقى دايركت كوست لو هيتحمل على تكلفة على حسابات المبنى ككل. انما بعد بقى ايه it is in the an indirect cost، وهنا بقى في الحالة التانية يبقى تكاليف غير مباشرة of each department located in the building. يعني لو كل إدارة اتحملت بتكلفة الإهلاك بتاع المبنى الإداري للشركة، هيبقى هنا بقى indirect cost، لأن هنا بالنسبة لها تكاليف غير مباشرة. طيب هيكمل لنا هنا بيقول to simplify the allocation process، عشان نسهل موضوع ال allocation process cost pool are established. البول هنا اللي هو زي ما بيقولوا الطابور أو waiting list كده، حاجة بعملها انا طبعا في عالم المحاسبة، هو يعتبر ايه حساب،
حساب بجمع فيه ال indirect costs، التكاليف غير المباشرة. طيب هنا بيقول لنا ايه؟ cost pools are established، يتم انشاء ال cost pool to collect، عشان اجمع ال costs prior to allocation. هجمع التكاليف اللي انا عايز احملها على المنتجات دي في حاجة اسمها cost pool. فهنا بيقول لك المانيفاكتشرنج اوفر هيد از ان اكزامبل اوف ان اندايركت كوست بول. يبقى انا الحساب اللي اسمه مصروفات صناعيه ده مثال للكوست بول. بعمل حساب اسمه مصروفات صناعيه، وكل ما في فلوس اهلاك احطه فيها، فلوس اناره احط فيها، وبعد كده اعمل لها ايه؟ اللوكيت على الايه؟ البرودكت كوست او البرودكت ايه؟ اوبجكتس. طيب هنا بيقول لك a cost pool is an account، هو حساب into which بداخله a variety of similar cost elements، مجموعة مختلفة من ايه؟ عناصر التكلفة. with a common case are accumulated. يبقى هو حساب بنجمع فيه عناصر التكاليف المتشابهة مع بعض، اللي هي العديدة المتشابهة مع بعض. with a common case are accumulated، بسبب حاجة واحدة عامة، سبب عام ليها ليتم تحملها بيها. تاني حاجة ال manufacturing overhead is a commonly used، عادة أو غالبا بيستخدم. cost pool into which various untraceable costs، التكاليف اللي مبقدرش أتتبعها في المنتج بحطها في الإيه؟ في الكوست بول ده او في الحساب ده. of the manufacturing process، في مرحلة التصنيع او في عملية التصنيع. are accumulated prior to being allocated، بجمعها في الحساب ده عشان بعد كده ابدا احملها على المنتجات. اقول المنتجات خدت مواد مباشرة قد كده، انا عندي عملت مثلا في الشركة 100,000 جنيه مواد، وانتجت 100,000 وحدة، يبقى خدت من المادة الخام كل وحدة خدت ايه؟ جنيه تكلفتها. طيب العمالة اوزعها بنفس الحكاية، الاوفر هيد احملها بنفس الطريقة، يبقى بجمع في الكوست بول وبعد كده احمل على المنتجات. ده بسبب ايه بالنسبة للاوفر هيد؟ بسبب ان انا مش قادر اعمل لها تريسنج على المنتج مباشرة. كويتشن نمبر 1 هنا بيقول لك روبرتا جونسون is the manager of Sleepwell Inn. يبقى الست دي اللي اسمها روبرتا جونسون هي مديرة للشركة اللي اسمها Sleepwell. نام كويس. one of a chain of motels located through the US. an example of an operating cost. مثال لاتخاذ الاوبريتنج كوست. at sleep well that is both direct and fixed is. ايه المثال اللي بيجمع لنا التكاليف الدايركت والفيكس؟ السؤال ده فيه حاجة منسية ولا ايه؟ طيب الجونز سالري ولا الووتر ولا التواليتيز ولا الادفرتايزنج فور سليب ويل ان شين؟ طبعا هي هنا احنا اكيد نسينا الاي دي هنا، يبقى الفيكسد. يبقى هو هنا قصده
اللي بيجمع ما بين الدايركت والفيكسد. طبعا تيجي نبص كده نشوف، طب هل الادفيرتايزنج، لو احنا احتارنا في السؤال يا جماعة نشغل سياسة الاستبعاد ونقول هل الادفيرتايزنج اللي هو الاعلان هو دايركت او فيكسد. هو ممكن يكون فيكسد، لان انا مثلا بعمل حملة اعلانية وبدفع مبلغ كل سنة، انما هل هو دايركت؟ لا طبعا، احنا قلنا ان السيلينج سوري السيلينج اند ماركتنج كوستس بلس الادمنستريتيف كوستس، دي كلها اسمها ايه؟ اسمها تكاليف بيريود، بيريود كوست، تكاليف فترة، تمام. انما التكاليف المنتج مش معانا. طيب طب التواليت تيز اللي هو المناديل التواليت دي مش معانا، ولا الووتر، الووتر برضو انا بعتقد ان هي السالري، السالري هي اللي تبقى دايركت تمام وفي نفس الوقت فيكسد، انها كمديرة مرتبها ما بيتغيرش طبقا لتغير الانتاج بتاع الوحدات.